الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل، لساني وثغري صفي جميل. إذا اسود وجهي بليل الذنوب، فعند اتباعك طرفي كحيل. وإن خار جسمي بدنيا السرى، وأحسست أني أريد الرحيل. بسم الله، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي وفقنا ويسر لنا هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله تعالى. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنت كذب أيها الحضور الكرام، أدان الله الرمان باسا أمريكي يقودهان waxaan soo dhaweynaynaa maanta nalmu uusan joogin iftitaaxiyadii walaalkeen fadilatu sheekh mustaf xaaj ismaaciil haaruun oo kulleytaba saad ka warqabtaan amaad ogtihiin culimmada soomaalida ama culimmada qurbaha joogta ha noqoto iyo dibadda ama culimmada runtii guryaha guri joogta la yidhaah رجع رنتي دعوة الله سبحانه وتعالى وبركيه وآت كل وقفة إذا استي أيو كم دي هاي رنتي وحاوي إلهي فضلك يسوى حاءه ينم عديسة وحنفلا يا مؤتمر كي وجوه الرئي وكينيا وكقيب قاله وحنصيب ويا شيء ريمان باسا يا مركز الفرقان وحنلنا الشيقة قلب فرن كعم فرن ولا لها أكجعل مجلس الفرقان مركز الفرقان يقود دقاء علماء سدي الرنب يكوسو دوينيا وحلنا هاي مرحبا وأهلا وسهلا. إلهي سبحانه وتعالى أكا أبا المريو أقبلتان كان نقا أقبل شيء دعوة دي أنكوش مارت عطسك أنكو عطسنا دعوة دي أجيبتي وأن كما تعلن أن أدبادك ما تسمتهاي الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتك هكو صار إن شاء الله تعالى ولاله رنتي إن أي سوشال ميديا يبراها بلشدة وحل يرأيني كادا وضان موية وحن ملين يا ما يسندعين سي لايف أما وجه كوجه أو سيدان وكالة شغ مصطف ولي مؤتمر ويدع كرتاوان مغلمر نيروب ويمد وكل تو بعض المساجد المحاضرات كجدي وجرتي لكن مؤتمر للنداميي ولا قرشيي ولا دوني مركي لاغوغوي بيان ان لا سو صارو شيخ مصطفى وحلنا بارك الله فيك سو دوو محاضرتي لباد وي وعشر كلباد او محاضره لباد وي تي هوريس شمح عثمان بهي تنواتي لباد سو دوو بارك الله فيك وجزاك الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا قهرين وحن مهدنا قيا ولا له قبا قابي كلا كان يا علمادي يدد وين حاضر كسوق يبقى ليبه. وبعد أيها الأحبة، الدرس قاعوا اللقون دي وحكوسها بسيا هي شمولية الإسلام قد بلادنا دا إسلام أما كوبيتان كنولشا دمان تيدو إسلام نمدو قوبتو. أهلنا إلهي سبحانه وتعالى وحيابه الدين تيسكو قاري يا لي وأن مذاهب تفكري قاه الدنيا كتشرته
iyo adyaanta kale ee wadciga bini'aadamku uu dejistay dunida ka jirta midnaba aanay lahayn baa jira. waxyaabaha islaamku uu gaarka ku yahay waxaa ka mid ah khasiisadan ama tilmaamtan aynu sheegayno ee ah shumuulka, inuu islaamku koobo nolosha dhammaanteed ama aadanuhu wixii uu u baahan yahay inta uu nool yahay, ha noqoto adduunka iyo noloshiisa, ha noqoto aakhiro iyo macaadka dambe, midday doontaba ha ahaatee qofka bini'aadamka baahidiisa oo dhan baa ilaahay ku koobay subxaanahu wa tacaala. walidaalik diinta islaamiga waxay ka warramaysaa xidhiidhka qofka bini'aadamka uu la leeyahay rabbigii, waxay kaloo ka warramaysaa xidhiidhku qofku naftiisa la yeelanayo qaabku ula dhaqmayo, waxay ka warramaysaa aadanaha kale ee la nool sida uu la dhaqmayo, waxay ka warramaysaa makhluuqaadka kale ee dunida jira, environment-ka ama deegaanka nololeed oo dhan, iyo siduu ula dhaqmayo. sidaa awgeed inta badan afafka gaalada markaa maqashaan religion, culamada badhba waxay leeyihin religion diin lama macnaha, nixlabay la macnatay, yacni waa wax ka dhexeeya xidhiidhka qofka bini'aadamka iyo rabbigii ka dhexeeya oo qura. ama islaamku waa diin, markaynu leenahay waa diin waxa weeyaan nolosha qofka bini'aadamka dhammaanteed buu koobaa. shumuulkaas aynu sheegayno ama gudaballaadhnidaas aynu sheegayno, waxaa laga yaabaa mustalixaadka dunida maanta casrigan aynu joogno terminologiga waxa la yidhaha waa la isku qaldaa. waxaad maqli doontaan alfikri siyaasi marka laga warramayo waxa la yidhahda alandima shumuuliya oo ceeba, andimada shumuuliga totalitarian systemska waxay yidhaahdaan waa sistamada aan qofka bini'aadamka xorriyadda loo ogolayn sidii shuuciyaddii iyo wax la mid a. islaamku kaa maaha kaynu ka warramaynaa, shumuulinimada aynu sheegaynaa taa maaha, ee waa mid ka gadisan oo sheegaysa in dadku rabbina addoon u noqdo bini'aadamkana ku xoroobo. bini'aadam dhammaantii baa inaad ku xoroowdo cubuudiyada waxaa la yidhaahdana rabbiga oo qura subxaanahu wa tacaala inaad u noqoto addoon. idan islaamku markaynu leenahay waa shaamil ama waa gudaballaadhan yahay ama noloshoo dhan buu koobaa, waxaynu u jeednaa waa cibaado oo waa caqiido oo waa diin oo waa dowlad oo waa dhaqaale oo waa siyaasad oo waa madaahirul xayaa dhammaanteed nolosha muuqaaladeedoo dhan buu ka warramayaa. marka hadday caqaa'idtay uu ka warramaya, hadday cibaadaadtay uu ka warramaya, hadday tashaariic iyo qawaaniintay uu ka warramaya, hadday suluukiyaad iyo akhlaaqiyaad iyo values tahay uu ka warramaya. sidaa awgeed ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay, wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay. waxaan kugu soo dejinnay baa ilaahay leeyay nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aanka ah oo ah tibyaanan likulli shay, wax walba mid caddaynaya. sidaa awgeed khaasiyaddan ama shaygan aynu tilmaamayna waa shay uu kaga gedisan yahay diimaha, madaahibta, falsafaadka dhammaantood uu kaga gedisan yahay. laakiin dadka badhbaaba hadda damacsan inay islaamnimada shaamilnimadu lahaa ka tuuraan oo ay magacyo kale u bixbixiyaan, juzay-aadka islaamiga intay qayb qaybiyaan qayb ay ka dhigaan inaanay diinta ka mid ahayn. casrigan dambe waxaa maqlaysaan al-islaam siyaasi iyadoo la leeyahay, iyo islaam gayru siyaasi baa markaa jira. war islaamku waa kii xagga alle ka yimuun, ina addiina cinda allahi alislaam alyowma akmaltu lakum diinakum waatamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina. islaamnimadu waa mid qura, mid siyaasiya iyo mid gayru siyaasiya ma kala leh, mid suluuki iyo mid gayru suluukiya ma leh, mid tashriici iyo mid gayru tashriiciya ma leh. islaam haddii la yidhahdo waa islaam, waa kitaabkii xagga alle ka yimid subxaanahu wa tacaala. laakiin dowladaha xoogga badan le maanta dunida ka taliya iyo inta ku ta'asurtay ama dabagashay ee cilmaaniyiinta loo yaqaano secularismka aaminsan, dhammaantood waxay isku dayayaan inta islaamka la jafo
oo hareera maqas lagala galo in inna lagu reebo lagu yiraahdo intaasi waa islaam wixii intaa ka baxsanina diinkaba kuma jiro in lagu yidhaahdo waa iyadoo qur-aanka inta maqas lagula dhex galo lagu yidhaahdo aayaadka waxaa ka warramayaana waa diin aayadda salaadda ka warramaysa waa diin aayadda aakhira rumaynteeda ka warramaysa waa diin ama aayadda dhaqaale ka warramaysa ama siyaasad ka warramaysa ama maamul ka warramaysa ama dagaal ka warramaysa ama nabadgelyo karo iyadu diin maaha macnuhu waa caynka uun in eray kale lagu tacbiiriyo maaha waxay jecel yihiin inay islaamnimada ku kooban in laabdegta bas ama inay xadayso derbiyada masaajidku islaamnimaad ka warramaysa iyo muslim baa doonaysa soo maaha gal masaajidkaasu ha ka soo bixin in masaajid gudihii qaada oo aan nolosha waxba ku lahayn bay ku tala jiraan inay ka dhigaan casriganna waa laysu xoog sheegtay dabeetana diintii adigu aad aaminsanayd baa nin gaaleed rabaa inuu kuu sharxo kitaabka aad adigu haysatay ayaa nin gaaleed rabaa inuu ka warramo maxaa diin ee kitaabkan ku jiriya maxaan diin ahayn waa wax cajiib ah ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay nabiyullaahi muxamed iyadoo lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam qul ina salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirt wa ana awal lmuslimiin ilaahay wuxuu nebigiisii muxamed calayhi salaatu wasalaam ku leeyay waxaad tidhaahdaa salaadayda iyo gowracayga ama cibaadadayda iyo noloshayda iyo geeridayda dhammaantood rabbi baa iskaloo aan u gaar yeelaya yacnii alxayaa kullaha xataa mamaadka geerida iyo wixii ka dambeeya ilaahay baan u gaar yeelayaa dheh wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shayin wa hudan wa raxma wa bushra lilmuslimiin cidda kale soo socda mathalan fi suurati albaqara ilaahay wuxuu kaga warramaya qisada aadanaha kow aadan baa laga warramaya keli ahaa iyo tajribadii uu soo maray kadibna bulshadii ugu taariikhda dheerayd baa laga warramaya reer banu israa'iil ah oo ku xigta qaybta ugu horreysa suuraddu ay ka bilaabmaysana aadanuhu saddexda sinfe uu u qaybsamo mu'min iyo kaafir iyo munaafiq saddexda sinfaa ilaahay ka warramaya dabeetna tajribadii bini aadamkaa laga warramaya tajribada dheer ee suuraddaas ay ka warramaysa waxaa ka mid ee reer banu israa'iil lagu ciibeeyey lagu ceebeeyey inay diinta qaybna diin ahaan u qaateen qaybna ay ka tageen waxaa la diiday inay yahuudi yahuudiga kala dagaal la galoo la dagaalamaan oo laayaan dabeetana intay laayeen oo la dagaalameen oo saatan yeeleen ayay yidhaahdeen waxaa nala faray inaannu soo furanno maxaabiista ilaahay subxaanahu watacaala markaasi wuxuu leeyahay afatu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacd fama jazaa'u man yafcalu dhalika minkum ila khizyun fi lxayaati اdunya wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab wama allahu bighaafilin cama tacmaluun ilaahay wuxuu ku yidhi diinta badh kitaabka badh miyaad rumaynaysaan badhna miyaad diidaysaan oo waa ka gaaloobaysaan cidda sidaa yeesha abaalmarkeedu waa maxay baa ilaahay yidhi hoog adduunyo aakhirana cadaab kulul in loo celiyo ilaahayna ma moogana waxa aad samaynaysaan ba rabbilahi subxaanahu wa tacaala idan waxay isku dayeen khaasiyada shaamilnimada ama shumuuliyada ama islaamku inuu nolosha koobo dhan ah qaybna inay qaataan qaybna ka tagaan ilaahayna waa u goodiyey xadiidka saxiixa ku yaalla salmaan alfarasi niman mushrikiini rabaan inay ku dheeldheelaan ama ku jeesaan baa waxay ku yidhaahdeen oo idinka nebigiinnu calayhi salaatu wasalaam ma wuxuu idin baray xataa alkhiraa'a musqusha sida loo galana miyuu idiin dhiga yacnii nolosha inta kale ka kaalaye musqusha markuu qofku galo toyletka markuu tago wuxuu samaynayana miyuu nebigiinnu idiin sheegay dabeetana wuxuu ugu jawaabay ajal laqad nahaana an nastaqbila alqiblata liqaa'idin aw bawlin aw an nastanjiya bilyamiini aw an nastanjiya biaqali min thalaathati axjaar aw an nastanjiya birajiicin aw bicadmin xadiidkaasi saxiixu muslimka ku yaalla wuxuu leeyahay salmaan alfarasi ha nebigu wax walba waa nabaray calayhi salaatu wasalaam
xataa tanaad sheegaysa wuu nabro. Wuxuu yidhi musqusha haddaad gashaan xagga qiblada kaadiya saxaratoona hawlo jeesanina, midigta hoostiinna ha ku maydhina, saddex dhagax waa ka yar ha ku istinjoonnina, saalada maxaa la yidhaahdaa xayawaanka iyo lafaha iyo waxaana ha ku istijoonina. Idan islaamnimadu ma intay musqusha ka waranto ayaanay maamul ka warramayn bay kula tahay. Rabbu samaawaati wal ard intuu musqusha ka warramo sida loogu xaajoonayo ama sida looga dhaqmayo markaad musqusha gasho, ayaanu nolosha kale ka warramaynin, macquul maaha. ولذلك قفك مسلم كأنه لشي صدم وإسلام نمو. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث صحيحين ككوية الله هي وحمق للنبي قال على كل مسلم صدقة قفك استوى مسلمين صدقة بحيا صارا وإن أذن إله رسولك سيوه دانا أودين صدقة دي وحي وقاته إن انت حول الله بحنا يوم تانو حبابا حيسان محب بحنا يوم مرقس النبي قوحوا ليعين ذا الحاجة الملهوف wuxuu gargaarayaa ka baahan ee mudarka ah, dhibto ay haysato, la dulmiyey. Markaasaa wuxuu yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa iyo haddaanu awoodinna. Markaasuu yidhi ya'muru bilmacruufi waalkhayr, samaha iyo khayrku dadka u sheegaya. Markaasay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa iyo in lam yafcal, taa hadduu samayn waayana yumsiku can sharri, buu nebigu yidhi. dhibtuunbu dadka ka haysanaya haddaba, isagu dhibtiisa ayuunbu haysanaya buu nebigu leeyahay, taasaa sadaqa ah haddaba. Ayuha alaxiba, markaynu dhahno islaamku waa ballaadhan yahay, waa gudaweyn yahay, nolosha dhammaanteedna wuu qaadaa, min xaysu zaman waa shaamil. Oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalintii la soo diray ilaa qiyaami saaca, kitaabkaasunbaa oolaya nebi dambo la soo dirayaa ma jiro. Idan azzamaan kulluh waa shaamil, wuxuu kaloo shaamil ku yahay kullu lamkina, dadkoo dhan buu nebi u yahay muxamed calayhi salaatu wasalaam. Oo nebiyadii hore qoom baa loo soo diri jiray, laakiin isaga dadkoo dhan baa loo soo diray. Wuxuu shaamil ku yahay insaanka noloshiisoo dhan, min maalintuu caloosha galo ilaa iyo aakhiro adiisa buu ka warramaya. Wuxuu shaamil ku yahay qofka bini'aadamka iyo kaynuunadiisa dhammaanteed, hadday caqli tahay, hadday ruux tahay, hadday naftay, wax kasta oo bini'aadamku uu leeyahay jawaanib ta kala gadisana uu leeyahay bay ka warramaysaa. Waa shaamil, oo wuxuu shaamil u yahay nolosha dhammaanteed, hadday dhaqaale tahay, hadday siyaasad tahay, hadday cibaado tahay, hadday dagaal tahay, hadday nabad tahay, hadday dowladnimo tahay, wax walba buu ka warramaya. Sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas bashiiran wanadiira tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llaahi ilaykum jamiica. Waxaad tidhaahdaa dadow, dadkoo dhan baan kuu soo diray baa ilaahay leeyahay. Waxaa tidhaahdaa yaa ayuha annaas inii rasuulu llaahi ilaykum jamiican aladii lahu mulku samaawaati wal ard, ilaahay rasuulkiisii baan ahay, rabbi uu idiin soo diray. Waxa weedhaha nebi maxamed la farayay waa qur-aan makiya, qur-aankanaan akhrinayaa, maaha markuu dowladnimada helay xoogaystay inuu yidhi dunidoo dhan baan maamulaya. Waa isagoo keliyo la eryayo, aan waxba haynin, ayaa ilaahay wuxuu leeyahay liyakuuna lilcaalamiina nadiira, saddexda aayadoodba saddex suuradooda makiya ku jiraan. Yacni isagoo keliya baa lagu bilaabay, dunidoo dhan baa lagu soo diray. Waxaa dunidoo dhan loogu soo dirayna inu naxariis ay tahay, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kana nabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasa wabucithtu ilaa nnaasi kaafa. Xadiidka Bukhaari, ambiyadii iga horreysay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, tolkood baa loo soo dirayay, anigana ummaddoo dhan baa lay soo diray. Hadda waxaan leenahay baahida bini'aadamka, baahida bini'aadamka qur-aanku wuu ku filan yahay, waayo waxaa soo dejiyey alcaliimu alkhabiir aladii yaclamu sirra fi samaawaati waalard, ilaah caliima oo khabiira oo xakiima
ويعلم ما في النفس وحكست ابن آدم كنفتي سكتر أك بذات الصدور قرن يوح كتره وقت وآن أكل لهين مت جي مت صو صعدة يوم مت شوقة أي سودة شيء كتابك قرآن مركا وحك جوابي أسئلة ابن آدم كويس ويديه في باب العقيدة فلسفة وحيدة هذا مثلا وحيدة الفلسفة والبحث عن الحق وحق الرادين تيسي أما هل أما واء لكن الأصل وين حق الرادية بيلي وحيدة هذا ابن آدم كوحو الرادين هي فلسفة الدنيا كو الرب يسرنا موامحي وميتافيسيكس هي بستمولوجي هي فاليوس انثيكس وأشياء هذا أي فلسفة كو الرنطة وامحي وشريتانك إلهي وحنا قول رمي كليين وشرو دوني دلور نمينا مخلوق تاي بورتاي صوب بلابان تاي حقي كوكب قبوبي دونتو وحي أهان دونتو نمبا إلهي كور رمي وحي إلهي كور رمي سبحانه وتعالى وحلا لي وحا السؤال بن آدم كوي سويديو عقيدة دي سلامي قابا كور رمي هذا تاي موضوع أولوهية ده أما النبي النمدة أما الرسالة ده أما آخره أما إنسان كي يحقو كيمي يحقو قبندونه وحكى الله السلام نمضى يكور رميسا عبادة دمانتيت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة دمانتيت وعبادة ووحكستة وفعلو إنسان كو سمايو ورب الرالي قليا وحكستة فعلو إنسان كو سمايو ورب الرالي قليا سبحانه وتعالى أما سكال هذا نوت لما نوى النلشة وإلهي له قاميه هي عبادة واسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وما قاعد كلان صدبا إذا نوح الرب يتعليه هي أورال لكي هي هذا له فعلة أعمال قرصورة يكون مغطاة شيء كسته ودوني ذا النافع ومفيد كؤه وإلهي درتي الله سمعيه وأن خلاف سنين شرعي إسلامي وعبادة أدون نافع شيء وياهي مفيدا نافعا وياهي إلهي درتي الله سمعيه غير مخالف لشريعة الإسلام وياهي وحد أنها كورمي عباد ونقرية إذن إسلامك عقيد كورمي وعبادات كورمي وقلبي يكو جوارح دابا وحكى ورمي إسلامك التشريع تشريع وقانون تشريع وعلاقاتك أما حديدك بن آدم كون نلش الله يالنا يدمان تيد قانونك حكومة وان وقتك حد اثنين وعصرك حد اثنين والزمن قارا هين إلا ينت إلهي الدنيا كأوف صنيه هداي قفتهي يهدي بلشتهي نصوص الشرع قابة وقرنطة وحيابها ابن آدم كأنه لشي سآن اسبدل نصوص تقبضا واسبسيفك مثلا صلاة اسمه بدشو تي نبي محمد تكن شريع عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم كقدم بيوح تكن دونه عقائد اسمه بدلان أخلاقيك اسمه بدشو محاون أكسن محاحن محان شرعة محان شرعة هين اسمه بدلان وحيابا قوانين تكوصا بسن تطور كأقبل إسبدلنا إسلامك قواعد عامة بوليقوانيك بحينين مهما نلشو تطورته وإسبدلك وكدعه إذن هداد قرآنك يسونا دا إيكتو مسائلك آن نلش إسبدلك كل هاي النصوص تويكو بدنت نصوص تأخلاق دا كورمي سوا بدنتي عقيدة دا كورمي سوا بدنتي وحيابها وكسر تقليه هاي إنه تطوير كدعه أما نلاشو إنه هرومرته قواعد حديثة لودتي نصوص تكوما بدنا اجتهاد كاكو بدن سيدا أوغيد أي إلهي سبحانه وتعالى شرع الدتي مرنة يعني فلكسبلة شرعي لصعون كارا نلاشا دمانتيد وقت جاي دون طبع هاتشوكتي وراك واحد قرانيسا سيدو نلاشا وغور رميو
آيات القرآن كأقول يا روح كور رمي سمع عملا ذا بني آدم كيد دين تكوس عبسن أطول آية في كتاب الله وحكور رمي سامحي دين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مصمم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله وصفحة كاملة من الكتاب هل بيت كتاب القرآن كأكمدة آيات أقول لي ركو قراني وحكا ورمسا الدين تأيي سيد الله كالقاضان إيين لقرأ إيين مرخاتا إيه لطو إذا وقضي اقتصادية مثلا دقالك صابسا أي آيات أقول لي ركو قرآن كأيك ورمسا معاملات كبن آدم كالنحمر الدمانتي هدي قورتي هدي فريتانتي هدي دحالتي هدي شارتي هدي عنتي هدي شرابتي هدي قضايا محكمتهاي هدي حكم يا مامل يا شورتهاي هدي كريمنالس حدود يا وحي لمدتهاي هدي معاهدات يا وحلا قلايتهاي هدي دقالتي هدي ليكتهاي هدي قصاصتي هدي ربا يا قصاب سنتهاي وحكستوي قصاب سنتهاي هدي بيعتي هدي شراتهاي سيدا القرآن كوغا ورمي الصلاة دي الزكاة دي الصوان كوغا ورمي إذا نلاش هذا وحكم دي مجران إلا يا قرآن كوغا ورمي وشامل المركز وحن قرآن كوغا ورمي أخلاقيات كوحا الله يقانو أو أخلاقيات كوحا ويا محاشرة محا خيرة أما محا قروحة محا فالح نلاش محا كفالح الأدب دمانتي ووحفال حمى يقرح كورما إذن إسلام نمد وحينا كورما يسا قواعد السلوك أما نقن كقفك ابن آدم كالا كورما ساد ردد بنبغة المامية أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا حديث كترمذية صحيحة ذاتك وحاوغو إيمان لما يسترا كودوغو أخلاق فيعان وحاو النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تبضان بضان كسغراء تلمام إسا قابك وبن آدم إيا النولة إيا عدوى البولة نغمي وحاي إسلام كور رميان وحل عني إيا وحل عبي وحي كلوا واشربوا ولا تصرفوا وحل كور رميا باهدين عقليا قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وحلا قوارما يباهدين الروح غير نفسية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن هديتي عقل يوحي لس لها هديتي الروح يوحي بربار لها هديتي جدك يقلفت يوحي كرين لها انت بإلهي كتاب كيس أيك قوارما وحلا ينوت المامي نلش أدون يتأخر وحسك حرن إنيهين ووك إلهي قرآن كغور رمي رير بنو إسرائيل وننحو له استيو كبريل هدليا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وحي إلهي كسي عقلي حولي النمعاء آخرة قرات عباليل دفت هذا دونها إلابي سيدا لكو قرحيي اكو في عنيسي وحكوسيي أدنو ونكسنو بلا تلمامي حمان يفساد دوني دا كوركي دا هكو سمايني إذن هاي دوحي تلمامي ساو وحيابا مباحة من المآكل والملابس والمشارب والمناكحة إن هاد غير مصرف نقطت إن هاد كو كبره خيلاء أما إسراف أما أحلم إذا إسوء قلان إن أدن غنين إيه أد شرعيك وافق سناتي إسلام كو حبي سوية هاي وحيمان تحضارة كو شيئان أردن حتى ما أنت أقونت بني آدم كو قرمي هرمرت وحي هرمرت مركي الحديي محا أقونا محا سأقونا هاي شرعيك إسلامي كان حديي شرع الإسلام يقول حكو حدي وحا أقونا وحي أما وحي أمر خاتفره أما كتاب الكون أمر خاتفره قل سيروا في الأرض فانظروا إما إن كونك
universe in dalil looga hayo dalil maadiya ama dalil sharciya in kitabka looga hayo al wahy wal kawn ayaa ah masadirul ilmi ba maxaa sharcigu diiday markaas sixirka khuraafada waxaa soo dhanay dadku moodayeen aqoon ayaa la yidhi dhammaanteed wada aqoon loo mara maaha markii la xadeeyey wadada aqoonta loo maratay tahay ayay suurtowday inuu bini aadamku si yar nolosha uu develop garayn karo xadaaraddii hore islaamiga ahaydna ay develop garowday gaalada laftooda waxay develop garoobeen horumar sameeyeen markay qaateen baysku islaamku u dejiyey waayada dambe waxaynu maqmaqlaynaa qaar le caqliga unbaad maqli doontaa kanama diinta iyo caqligu ay iska soo horjeedaan mustalixaadka qaldamay ereybixinada casrigan dambe qaldamay waxaa ka mid ah waxaad maqli waa caqlaani caqlaaninimadu sax maaha in dadkaa lagu sifeeyo ahdulculamaa baa wuxuu tilmaamayaa aqoontii selafku siday uga fiicnayd aqoonta dadka dambe selafku dadkii sharciga iyo caqligaba khilaafay may u bixinin waa caqlaaniyiin waxay odhan jireen waa ahlu ahwaa markaad eegto kutubu shariica ay culammadu ka warramayaan ahlu lahwaa bay kuwaa ku tilmaami jireen waayo caqliga toosan dee diintu ma diidanaa bale ilaahay wuxuu tilmaamayaa inta caqliga xun le inay tahay inta naarta gasha maasalaka maxay ku jawaabayaan lamna ii sheeg suuratu tabaarik walow kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir inta caqliga xunlaa gasha naarta ilaahay wuxuu leeyahy waxay odhan doonaan haddaanu low kunnaa nasmac hadday dhaganoo daloolaan aw nacqil ama aanu nahay dad caqliga isticmaali karaya maa kunnaa fii asxaabi saciir waxaa ilaahay tilmaamayaa inta kala yaacdaa inay tahay inta caqliga xun leh yahuud markii la yidhi way kala yaaceen oo ismay raacin lagu tilmaamay inay yihiin dad shata ah kala gedisan wa quluubuhum shata ilaahay ku tilmaamay maxaa lagu cilay dalika biannahum qawmun laa yacqiluun baa ilaahay yidhi dalika biannahum qawmun laa yacqiluun waa duul aan caqli lahayn walidaalik baa culammadii hore ibnu taymiya oo kale wuxuu qorayay kitaab uu bixiyey maxay daru tacaarud bayna alcaqli yacnii inaan isburinaynin caqliga saxa ah iyo naska sariix ee kitaabka allah subxaanahu wa tacaala caqlaani maaha markaa kuwa kan intay sharciga ka cararaan le caqligaanu isticmaalayna waa ahlu hawaa waa waxay naftoodu doonto bayskii nolosha ay ka dhaqaaqi lahayd bay ka tegayaan haddaba ayuha alaxiba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo dejiyey aqoontaasi waxaa laynoogu soo dejiyey inay noqoto wax nolosha aynu ku islaaxino maaha wax nolosha aynu ku cidhiidhino ay ku lunto maaha dadka badhbaa sidii gaala ugu akhrinaysay waxay u qaateen haddaad diintaada qaadato inaad cidhiidhiba gelayso aye bal sheekh horta daymka waa yara adag tahaye maxaa jilicsan markaa waxaa jilicsan afar odayoo halkaa la fadhiisiyey wixii ay soo gooyeen afar gaaloo meel la fadhiisiyeyna waa la mid yacnii waxaad dareemaysaa kalsoonideennibaa dhimatay inuu rabbigeen ku qabnay ilaahay kownkan oo dhan arkayay ee lahaa ee maamulayay ee garanayay wuxuu inoogu hagayna waayinala ad adag tahay oo inaynu ka dustusnaabaynu jecelnay bashar meel fadhiistay oo kula midina waxoogaa u xarxariiqayna wax lagu dhaqmi karay kuula muuqataa waxaa aada u ghariiba qof islaamnimo sheeganaya inay ka suurtowdo haddaba ayuha alaxiba diintu waxay keentaa in dadku qalbiyan u xasilo oo dego waxay keentaa caqligu inuu furmo oo aqoontu kobocdo waxay keentaa in qofka bini'aadamkii uu xor noqdo oo addoommaha kale inay sharci u dejiyaan ama ay maamushaan uu xor ka noqdo rabbigii iyo qura uu addoon u noqdo waxay keentaa caqaa'idda baatilka inaad ka xorowdo waxay keentaa baynu leenahay jaahiliyada qarniga koob iyo labaatanaad inaad ka xorowdo waayo qarniga koob iyo labaatanaad
dad baan rabaa inay dadka kale adduunka oo dhan addoonsadaan ama wisaaya wisaayada ma taqaaniin maalan sharciga marka laynoo dhigayo fiqiga waxaa laynoo dhigaa waayeelku hadduu dhimanayo wuu sii dardaarmaayo caruurta yaryar iyo dadkaasuu ka baqaya inay lumaan wasi buu sii sheegaa ciduu yidhaahda ha sii maamusho ateeda rag baa dunida waxay isaga dhigeen inay aabbayaalu yihiin dadka kalena inaanay qaan gaadhin markaa wisaaya wax magaratoduna intay aqbashay bay waxay leeyihiin mujtamaca duwaliga waxay yidhaahdeen khubaradii dunida waxay yidhahdeen waayu khabiirin baad ka warramaysaa rabbu samaawaatna waa diiday niman meel fadhiyaana adiga khabiiray kuu yihiin iyo aqoonyahan bay kuu yihiin iyo kan bay kuu yihiin waxaad aqbashay sidii ilmihii yaraa ee gacanta la qabanaya in gacanta lagu qabto oo loo arko dadka aadanaha qayb aan weli qaan gaadhin baa jirtay qabaan oo wisaaya United Nation iyo kan iyo mujtamaca duwaliga iyo dadka aqoonta leh iyo kuwaas inay gacanta qabtaana waa nooc gumaysiga cusub ka mid ah. Haddaba islaamnimada shumuulka aynu sheegayna waxa weeyaan waa xurriya aad ka xorowdo gayr allahi subxaanahu wa tacaala, ilaahay wixii ka soo hadho dhan inaad ka xorowdo, diintuna imaa inay waxyaabahaynu u baahannay nas ku tilmaamtay ama qaacida caama oo waxaas ay soo hosgalayaan inay ku tilmaamtay, waxba dalil looga waayi maayo. Maa min mas'ala nolosha ka mid ah ilaa iyo wixii alla inoogu hagay ayaynu helaynaa. Yacni waxaa laga yaabaa inaad sidaada warmalaa waxyaabaha qaar la helibayo oo taraafikada qaanuunkiisa xaggee laga soo helaya, saxiixa maaha? Taraafikada qaanuunkeed miyuu ku yaallaa qur-aanka? In a way, ha waayo waxaa laynafa qawaacid baa la dejiyaa inaan la isdulminin, in cadaalada jirto, in nabadgelya jirto. Ayi qaanuun taraafika loo dejiyo oo dulmi aanu ku jirin ee cadaalad sugaya oo nabadgelyo istiqraar keenaya waa wixii diintu inoogu yeedhaysay. Nabiguna wuxuu tilmaamaya almuslimuuna calaa shuruutihim yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud, war dadka iimaanka laga helaya ubaa la yidhi awfuu bilcuquud, wixii contracta wixii heshiis aa gashaan, yaani ilaahay kitaabkiisa ka hor imanini fuliya, heshiis idaariya ha noqdo, heshiis tijaariya ha noqdo, heshiis guura ha noqdo, wuxuu doono heshiisku ha ahaado, haddii aanu sharciga ka hor imanaynin saas buu ku yahay islaamka wax ku waafaqsan. Awfuu bilcuquud baa ilaahayna leeyahay, almuslimuuna calaa shuruutihim. Idan islaamnimadu waa shaygaa ballaadhan ee gudaha ballaadhan leh ee noloshoo dhan qaadi karta ee ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala, wa khuliqa linsaanu daciifa baa ilaahay yuriidu allahu an yukhafifa cankum, ilaahay wuxuu doonayaa baa leeyay inuu nolosha idiin fudaydiyo. Bini aadamkuna waa wax tamar yar, tamar yarideenna daraaddeed baa laynoogu soo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, in laynoo naxariista daraaddeed ayaa laynoogu keenay, wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. Haddaba gudaballaadhnida islaamka macnaheedu ma aha nin kastoo wadaado dhowr kitaab akhriyay inuu noloshoo dhan isagu brofesor ka yahay oo ka jawaabi kara, ma aha. Iyana waa masale kaloo qaldan. Cid walba takhasusaadka in la ixtiraamo, cid walba aqoonteeda loo daayo ayaa rasmiya. Ma jiro qof supermana khabiir fi liqtisaad wa khabiir fi siyaasa wa khabiir fi kulli shay khabiira mustar nool jack of all trades, ma jiro qof wax loo yaqaana ama qof isaga loo tababaray wax walba ama wax walba qof ka jawaaba. Yes, ninka caalimka mujtahidka ahi qadiyo kasta oo suuradeeda loo sharxo inuu suurada fahmaaba adag, laakiin qadiyo kastaoo sawirkeeda la siiyo wuu baadhi karaa, sharcigu wuxuu ka qabo uga jawaabi karaa. Laakiin wax badan baa u baahan mumaarasa iyo barasho iyo garasho iyo raadcayn iyo dabagal u baahan. Taa macnaheedu ma aha in qofku wax kasta uu arkaba inuu ka jawaabi kara, maaha. Idan waxaan leenahay islaamku waa shaamil, waa ballaadhan yahay, laakiin qofka daaciga ahina ma aha fi kulli shay an yadaca anfaha calaa kulli shay, maaha supermanna ma jiro wixii uu aqoonteeda sugay inuu isna wax ka yidhaahdo.
أما وحكا قرانين وحكا إلى هذا بيتي تاسي معنى هيد وحويا من حيث مركي نكاء قلنا ننك عقيدة وين رميسنا إلهي كتاب كيسيون وحوى البقي جوابي تبيانا لكل شيء نوي مركي حق ممارسة ده يا عمل كتماده ما تحسنه بعضك كسارنا تسميس وحياد قرطي وحياد كفي عنتهاي هذا خبير نقالتهاي شرعي قنق قرانيسيد سي بابك نقالة سفي عن بعض وحقا وران كريسا هذا خبير سياسية تهاي أما إدارية شرعات وحي جدي سينا أدقراني سنة سفي عن بعض وران كريسا لكن هذا ندمدنا بقى قانو لهين إن التنزيل النصوص على الواقع إن تسمين كرتا مفضوضة نسك إن الواقع كتبغ كرتا مفضوضة أقوم بدن بوباهين سيدا أوغيت دعاء دوين احتراماً يقول لفتوه تخصصات كعلمي قوين احتراماً يتجارب بشري قاه نلشان متطور كإلهي وحكا له إينا مهمة وانينا ملاحظينينا مسألة دي علماء دبت كتل مامان التركيز والتفسير نينو خلاص عارو يعني وقتي وقتي هذا كم ده مشكلة باعان نقونيسا مركا وحلقية با قفك مشكلة دا الدوين قفك عصر كان نولين ويسكت ضي مشكلة دا ينو الدوية مركز طوى هضلبين مشكلة داس أي كم تهي وحي أبوك هاد لي تامعنه دو ما هيني الدين تو مشكلة دا نقرك هذا شو يعني وحلقي يا با شيخي قاب كارضة دي سوتة ببري وأني شيخة عالمة لكن انت بدن مشكلة دوه لن نولابو تركيزيني أي حوق ساري إنفصايس أي سينية أرض يقول لكن هذا نو أرض يسوي شيء دون بها هين وحلقي يا بهدا ونوقاته دين تبهدي لقى هذا يقول دور كي مسألة شيخ وآت كي وجهد تشري إن مركز تين آد لقى هذا ليني مهم تين معها قرآن كإلهي أنبياء كجو الرمية أنبياء ضرنا من شيء ووداجان وأسل المشكلة وح حلله قضية العقيدة أعبد الله ما لكم من إله غيره لكن مشكلات كي حليلة يانا قرآنك وكور رمي وكال النوع وحي تركيزين يانا وكال شاد نبي بعد نقالك والرمي وهي مجتمعي سمشكلة دوقوين هاي ستار نقالها هاي نبي بعد أخلاقيات كورمي ضدك الشادين تي وحيا بعد نغمضة فالحن سمين يا نبي اللوط نبي بعد كورمي قضايا سياسية وفرعون يو نبي الله صدر موساها إذن إنسانكو مشاكل كثيرة إن التركيز سواء مهم لكن هكذا يجب تفسير للدين أو إن الدين توقفك أنه كهذا هدانه مثلا هذا أنك ورمين مثلا حبالها إيو حكو صحبسان إيو والغي عالم الإسلام قيبك مدين يكون بدين لكن يورب هذا تقتض حبالك ورتك ور حبال يقضب بكم يالين ضدكنا عقائد يسكوها ينوى إلهي مجرى مسيح مجرى النبي محمد نبي مي مسماها قرآنك إلهي كتاب كيسي مي مسماها إذن مسائل كعقادي قال لك ورمي كمجرته كوى إنو حقا كورنا أداد مركة الله تكتو إنا معتزلة إيا جهمية إيا ضد بري هريتك إيا تكورنتيد وتفسير للدين باتك دكتي مسألة علماء السلف والصح كوى هايين وهي واقع عودي بيتاقنيد يقوي تركيزينيا لكن وما يركينين يتاي تفسير للدين كانوا يركزون عليها لأنهم كانوا يعيشون معها تدوحا رميسان با هرير تاقنا ويردينيا كما نقدم لها شمول لماذا إسلامك وين نقفك الداحقة مدحي سانك بحين وقضايا بعض العلماء في عصرهم أي كو اجتهادين أما كو دادالين أما عهد قودة تاقنا ويتركيزيين هدي أنا يهدد شرين هذا نكوع العرسون تيكا دكتيد وحلقة يا باينا تفسير للدين كدكتا وحكى له الله مدى تخصصاتك احترام كودا إن أن تخصص كي يقول لك ورما أنا قول رميسان إسلام كنين شامل يهي عيب ماها كسوغة صلاة دانا قانا تدك إن صلاة دا وقيولة تكدا إلى هذا الصحو عيب ماها لكن أنا إسلام قد دفر سنين إن تقول عيب إسلام ماها كان صلاة ومساقو شاقا ورسو صلاة الدين تكامد ماها دان شاقا صلاة دنبو شاقة صلاة الدين تكمت وانا الركو نركانت الدين تكمت عن نولين ايا وحلقوا عبايا ماها
شامل نمدي إسلام نمدي قد وان عقيدة سنة، لكن أحسن هذا الفن، فن السلوك التربية والأخلاق، إن نخبركوها دعي كرتا فن العقيدة، إن نخبركوها دعي كرتا. إذن إن السلوكيات بك ورمينا إنت وقبا وحنك ورمي وهي مسائل عقيدة دعي كرتا، لكن تام معناها دويا نقرني إن هذا نفنك خلال دفرتيت تخصصاتك قرمي يدتك بالآبان، مثلا elementary school كتخصص ما لقاك صوب بالآبا ما يا إلا سكندري بتصور دقتا علوم تعلم با مدبا وحلقا صور سيا كدبا تخصص الغو بالآبا واي إنا تكالات دفرين بلو قد نليا دوغا تعلم بدن وكالا نينو جرو أدو مرقات فيسيكس كبرتين هاد مودين دونو دين فيسيكس ونطهي وفقان فيسيكس كاقورنين وجاهل يين هادو قادنين هادو كاتو علوم بدن وكالا وشرتين يشرتو هانو قد شيدا مرقا شامل لماذا إسلام كمان كانوا كورنوا عقيدة هي مر كانوا كورنوا من ممارسة وكلا لبا الممارسة هداد قف إلى هي وفريت هاي أبواب توردن نعم تمارس كل الأبواب هداد إن كم إذا قرن يسوون أنت هسات كهدلي لكن أنت كلا هدافرين أنت كلا هدافرين الجماعات الإسلامية المعاصرة أنت وقبضا لوحويان قلبا مال بي تركيزي سي اما تحسن اي سيفي عنو قوار رمي كرتا لكن قاربا باوحي وقاتل انت اونو الدين تو توها دين تكالا لقوار رمو انو هي سيكاسي انو دين تكوار رمو انو وحكا لو شيء ايو انو وحي اللي انا هاي دين تو انو شامل تهي اي انو التخصص كاقا كوار رمتا والله باكلا نوع هذا من حيث الممارسة بان لان مالك الممارسة ده فعل قاتي ما دو وحكا كوار رمي سي ما تحسنه بحيات سفي عنو قرنسو أيات كور رميسا ضيفة وطي ما تحسنو بابك هات قرنسا نوات كفت وان بابك كلانا قرن ما يادوران هدي دعوتها هاي بابك هات قرنسا نسفي عن بادو شرحي بابك كلانا مدنا اكسنو دين تا بابك استوء كم دو نية قانا شرحو واحد سرنسا هل كان باقو معان دو داد بابك الذكر كي روحانيات كي قانا وكهلو او شرحو واحد سرنسا قولا دي هوري وحبي ما يشيقيني هل كان نكا نكا هايو أيوم با هل كيسا هدا هاي هدوكو هلو ودا جهادي أو كور رمو صحابة إيا دقالة دي قرين إيا وحي كدعي إيا جهادك محمد صرنا هل كم بيكو غيانت ما يشا كلابا هدو ودا دا عقيدة دي قانا كو هلو ودادك إيا خرافات كي وحي أمسيني وحا كوشا معنى هيد وحي شيغي سوا محي سلام قوا ودا قروح مل فالح مالي وعلم حق الرب كيمي هل كي لغا ورمي نين قرن يا كورما بوا معاي هذا هو حق صار من حيث العقيدة هنا ترميسته إلهي كتابك سينو شامل يعني الله شعر أنه كورمي من حيث العمل له وحد قرن سينا تسفي عنه كورنته إنا تقف بالله عن نغطة أيا قرح بدن وإنا تفن يرى قرح كوكو أبناته وكوي شيخ كشكي ودعاي دين يوكالينا نغطة شيخ كشكي وحيري دكاترة دنبي دكتور باوحو دكتورة كوغاتي بيوري مسائل ير مركز مسألة ويدي سويري في باب الوضوء أي قرن يا أنا تخصصت في باب التيمم دكتورة أبو تيمم روسي تاوي كشكي كي مصري قاعد انت وشيخي انت شيخ كشكي مصري قاعد يعني تضييق النوع عسينا ما فينا قفك مسلم كاين دين تسويه وآخري كرامة وبرن كره موسوعين ونقضى علماء دي هوري مسلمين تاهيد وحي دادك الدمك قد سنعي وحي موسوعين بي هاي انسايكولوبيديا وحي هاي داد أقونتي وقت قودة دوني دا تالي مد عقلية يمد شرعية با اسكود ديين كوبان ولذلك ابن تيمية وحو كوار رمان واحد صورة انسا كان متخصص كيسوها وهي رجال موسوعية بي هاي داد أقونتو دي اسكود ديين بلاريا إذا وحي لأن هاي دين الإسلامي وقت كان ينهدد شغنه ركبان مقص كل دح شرور ربين يقوقويان وين نوغا أن كتاب كأل إنه هداية النور نلشو دنوية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وحكستو نلش كمدة توق من بيد كتو سينية بيلاي وحكستو نلش كمدة توق من بيد كتو سينية وحان الله ينفري ادخلوا في السلم كافة دين توردن إنه نقادنا شامل لمدادة إنه نقادنا قيبنا إنن كتقين إننا أقبال تجزئة ما قيب قيب إنت قالكو وضه إيه إنت دبس عطا
هو إسلام سياسي، هو إسلام جهادي، هو إسلام عين وحاس مجران. إسلام هو إسلام بس، إسلام هو إسلام، إسلام جهادي يعني مجره وان دينتك على شغة خلاها يعني. إسلام سياسي وان دينتك على شغة خلاها يعني مجره. إسلام هو إسلام فقط وحبك على لغو مطرة وسماكم المسلمين أي إلهينا نغت الماما يا أدنى مسلم باطل وحي كتابك قرآن وقرآن ودنبانا إسلام يسو ندى نبي عليه الصلاة والسلام وحين أباهن يؤردن ويكو الرمسة وحير يوحوين بأ أين كتابك مركا دميس ترنكي سقادن سقادن أين الدين تودا قلو وقادن وكردقن ونرشي نوردن إسقام قيمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، شيخنا الشيخ مصطفى جزاه الله خير محاضرة قيم كأه أرنتي قصتك أما مرادك أنه أرنتي درنسن إن مشكلة داس مشاكلاتك دتك مسلمين تأمانتها يستاه قصور أما قابن إن فهمك دينك إن دتك قاركيس وأججره مارك إلا الصحو فهمك خاطئة إلا الصحو سي فهمك سحد أها وتصناء الدينك إن حق أيلتي من دتك الله بره وران كانت حضار كيسا كتب عليكم القصاص في القتلى بإله سبحانه وتعالى لي. آيات كلنا كتب عليكم الصيام تتكوا أول سومية سواء كمركو يمادو ما شاء الله لما يربى تلسومنا مسألة حقنا مركي لقاها قصاص حقر كيسا سيد الشيخ الشيقي ضد ذن وقلب قد العرير قلي وكلها يور معسر قان يختيان للجوب فالشيخ كعان لقوين كرا أما قف قف لودي لكرا هذا حقوق إنسانك وحوايا لبعض بقول دولو دوحة كله بقول إيه سقال شنك تدول دولو دميا يوان تكدر تماء كان بقول إيه سطن إيه سقال دولو دول أيا وحي جوجيين قف إن لدلوه قف بن آدنا إن لقصاصه وحكور ما نيسا حقوق إنسانك ننك قبل إن قف قف لدلنا وانين أنجرين أو دنبيا تدبك قول الدولة مسلمين أو كله وإن حتى تسادير تنادي كدرت إن قف قف لود دلو أما قف هذا دنبو إن قال إن لود دلو موجودة وإن لغا سارة وقف حكم دائما لغو حكمة بس إنت ساقف له سورة لبدا آيات بسورة البقرة كتران وفي رسالة كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القصاص في القتلى واسم سورة مرقفك مسلمكم حال الدنيا إنه وضع الرماية دينتي إنه وضع الرماية واحد مرك وحيلتها إن شاء الله تعالى. أنت وقتك ينوع هري أسئلة نقول تلاقلني شان لحت درس الموضوع أن على قلاله مرك دماغ الرجي وحل سارنا أو رقده قيبيني هدي أي شيء سؤال هدي جيران موضوع كسابسا رك طلبت العلم جاء أم عربها كسر القرآن أم في الصومالها كسر القرآن أنت للسوق رأيه تتك عاد النوم وغدا قف هدو سؤال شيء قوي دينيه فليتفضل فرصة نصينا أيه سودو شيخ أتفكت أيه